بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مدحوينها مدحوين كحجينك قولها وزير رذا وان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوين وحن دوني هذا الكوكوساب سن سعر بركة إن شن مدرودة نقيبيو قيبته لي وحوي وحالد سعر بركة ودن كمان تكتاجن تلبادنا وحوي سعر بركة جودهان كتاجن عالمك تصدحنا وحوي السببه كان سعر بركة كافرنا وحوي وحي دورد وياك قبطي كشنا وحوي وحمير نوري على نوبهن هاي إن نقبان هذا كوب بلعب قطب كهرم مدحويني دراسة يودن بيسيل سمي بشي أبر هاي سمسي وزارة قرشين توح كوعد إن سعر بركة ها مركز سقوس سنة الله مركز الإسكول الدراسة عار تورن لح لبيع السجال بقول كيما سنة الله هدي عن تدا جوني الله قادو حوها تدبر لبيع صدح سنة الله أيها تمرته مركز جوني الله قادو ينا واحد بقول كيما طبعا لبيع شنبه مدحوين هدي نسيف فسيرو نمبر هذاس والله قادو حال حال الله قادو كتبدي سنكرت هاي دش استحي طبعا كهاي دولار يمكن واحد مرة يسات دوبي طبعا سيدو كل دقيقة دي هاي كوابي طبعا كا يمكن واحد مرة يسات دوبي طبعا شنت اللي تري سريد السجال كها هذا واحد مرة يا أفريا طبعا أسعار تندي أنت ويس بتبدل يسات حتى أنت ما أنت شفت بريته وحلا جاها بيني هنا يسكب دش كرتون كباس تدا السجال كدولار ها ما أنت وكوابي طبعا دولار وي مدحوين سعر بركاس أن صد المري مد إنك إنه قار ماها ومد عالمي والدنيا اللي بكت هاجن هدي أن سوق توب مري كان كبش أبريل سعر كو سعر بركو حاس سديد لبيع صدح بقول كيبا أفرت السنة وأمريكا يقول سعر رئيس سعر برك مري كان إنجليزي سوق الإنجليز كو حاس بقول كيبا سجال سجل بتجي ده وأمريكا يقول سعر رئيس لقى صوب بلابو كوني سجال بقولي لبيع سديد إنك سنة لبا وأفرت السنة قياسي ودن كان كينيا ينودو ويسوي عنتدي سو سارتا ورنتي أنت أسترم هاي سعر بركة وحبيش يبري لها بقول كي بالليح يبيع حلبوها ملح وين وربحين ويل بانك وصو ساري وكساب سن أسعار تعالم كيس بدليسة وحيري لبدي بلودي مارش هي أبريل السنة كان مركز الله يقول سعر كوحوها لبدي بلودي كوري جانوري فبروري سعر كوجودهان وحكر لي بقول كي بشان يطول الدنيا ده وانت هذا مركز الله يقول سعر كذا جودهان مدة دي اللي بدأ السنة دي ودم بيه وانت هذا هاي كرتاي أما السعر كوانت هذا وحكر لي بقول كي بس سجال يسديت الدنيا ده السنة كان إنه كتشر وحلفير يا جودهان سعر كوانت هذا إنه كرب بقول كي بشان يطول مدحوين هذا نقد بقضب كام حاك هني أم بك هنا با سعر برك سعر برك هو سحر بدري ونوح كلام معها وكرك على سحر أردن وحاين قوية هليتانك يباهي ذا بس بلاقي ديمانك كاسون بقوين رنتي مركز سوق وحرية مركز وحيابها بدلا وحيابنا ووحياب الدبدة كي ماذا وحيابنا وحد ذلك كي ماذا وصوت الحتمة ذلك سعر بركة إنه أنت بدنا وحكي من دبد وحانو قبل عامي صف مركي كوفيد 19 أيو قبل عامي مركي ودعي وبندو لو بيسو الرجيم مالي وحلاقي سو سعر شراء أردن أم بمالي وحلا مرين شراء أردن إسلام مركا مركي كوفيد كوسو دو هذا وقباب سو النقضي ورشدي هي دبل أوف راي جناسي هي دبل أوف راي وحكرو قامي باهيد الله قبل شدالك شدالك بأمريكا بودي وحزن رنتي سامين وين كله تقال الله تقال كسوع يوكرين يراشي سامين وين بكي شيء سعر بركة خاصة عنتظا مدحوين لبضع دل وحصو صار بقول كي بس دي لباتن قام ديجا لقي يبي عالمك مركادي لبضي بس سامين بكي شيء عنتدي يقولنا صي وصاب بكي شيء سامين بكي شيء وحين رنتي دبكي ولا عيدة سيش ذي إن ودم بدن يمرك الأركي حالة دوسي ذي تاي أي شو شيء عن تدي الدنيا ده أنت كلي أي كي يبين كرين
تلفتي روح كانت رنتي دباتي كانتي وانت كرسي قادنتا دلكا وحكم دلك انديا ودنك مصر ودنك اندونيسيا ماليشيا قولا والبول في الدنيا دايودو فين جرتي انبا وي حكسي انبا وي ريسي وانا ميلا نحكي سو قادنا انو جيبيجينو وحوغو انو دبدا كاكينا وانتو وانت دينو حكاتي ما دوا انديا يبا كاتي ما دايو ماليشيا يو دماغس يو مصر waxa kala sabay madaxweyne cimiladii isbedeshay oo dhulkii wax laga soo saari jiray barigii hore roob yaraan aawadeed ayaa wax soo saarku aad u yaraaday waxayna jirta dadka dunida ku nool iyo wada koraya marka demandkii ama baahidii loo qabay cuntada korbay u kacaysa wixii la soo saarayna lama jaan qaadayso baahidii ma taqaana loo qabay cuntada waxa madaxweyne yada laftigeedu sabab kamida سعر برك وجهر وودن كا إنه كا كتير سن جبي جي نبا واحدة كلا أي سوا أبورتين بس أنا استين ببيرين إما كا ودم هذا يقول أنت وده الله صباحا سعر برك دبده كي مو بس سامين سو إنك إنه سامي إنه كسعر برك استوى الدنيا ذاك دع عمرك يبقى سامين توصى أيو نقول يلني ما دام وحبينا الله صباحين madaxweyne markii aad aanu gudbo ee naku dowlad ahaan waxyaabaha aynu ka qabanay sababaha waxa madaxweyne waxaanu sameeyney inaanu ka dhaafno cashuurta waxa laaliyo wixii qalaba iyo waxa laaliyo wixii alaaba ee loogu talagalay in la galiyo beeraha hadii cagaf tahay iyo hadii bacrimin tahay iyo hadii sun tahay intaba waan ka reebnay cashuurta sidoo kale warshadaha cuntada waan ka reebnay waxaan in ka deynay cashuurtii alaabta ay u baahnaa inay dibadda ka keenayeen imika warshadaha qamadiga soo saara qamadiga ka soo dejiyeen barbara laga ma cashuuro inuu ka u daneeyayna waxaan ilaahay dadkeena madaxweynuhu waxaan kala sameeyay inuu cashuurta ka dhaafnay 4 shay oo waaweyn 110 waxaan bisha January ilaa June 16 bilood waxaan ka deynay 110 kuwaas oo berberiska iyo sonkorta iyo dareeqda iyo saliid sayntada kaga yareeyno culayska ka soo fulay sicir barar madaxweynada laftigeeda miisaaniyadda waxa loo gelinay wax soo saarka qadaradu ilaa 4 bilyan oo Soomaaliland shan ayaynu gelinay oo 4 mashruuc aynu ku maal gelinay mashruuca wajale beer iyo wad weyne mashruuca cilmi baaris iyo fidinta mashruuca ilaalinta maxaadada cudurrada dhirta iyo mashruuca aynu ku talagalay in wax kaga iibsano beeralayda xilliga dalagu soo go'o siyaan sicir hoos ugu dhicin madaxweyne waxa kale oo aynu sameynay shilinka ayaynu ilaalinay inuu halkiisa fadhiisto oo aanu hoos u dhicin alxamdulillaahi muddo imika 4 sano shilinkeenu waxba iskama bedelin waayo shilinkeenu hadduu dhaqaaqo hoos u dhacay isaga laftigiisu wuxuu ku mid noqon doonaa sicir bararka marka waynu ilaalinay waxaanu kale madaxweyne sameynay inaanu kor u qaadno salfartii shidaalka dibadda ka imanaya maadaama ka salfka sareeyo ka jaban yahay kan kale in kugu daneeyayna maxay dadkeena ayaynu kor u qaadno 500 buu waxaynu ka dhignay 2000 madaxweynuhu waxaan kala sameeyay in inako tix gelinayna dhibaatooyinka soo gaaray dadka masaakiinta aynu raashin u qaybinay 18,620 qoys wadii lux lagu dhifto noqonaya 312,720 qof aynu taakuleyno siinay raashin bileed horta intaas aynu ka qabanay dowlad ahaan sida aynu la tacaali lahayn sicir bararka waxyaabaha madaxweynuhu u baahanay inaanu qabanno oo si weyn horta waxa weeye inaanu go'aansanno cashuur dhimista aynu ku sameynay 4 shay muhiimka inaanu ku sii wadno sanadka inta ka dhayn iyada laftigeeda cashuur dhaafka wixii ku socday wixii loogu talagalay beeraha halka aynu ka sii wadno aynu wax ka bedelin inaanu madaxweynu wacyigelin badan sameyno oo ku wacyigelinno ganacsadeena inay ka qayb qaataan beeraha madaxweynaha wadamadan beeraha wax ka soo saara dadka ugu hoodansan in badani waxay ka dhaqaatay beeraha laakiin dadkeenu ma aaminsana marka aynu ku baraarujino waxaan u baahanahay madaxweynaha laftigeeda inaanu yool aynu dhigano sanadkan soo socda matalaynaano 100,000 hektar aanu beerano sanadkan oo campaign la qaado bari ilaa galbeed sidii dadkeenu ma taqanay u beeran lahaayeen sanadkan 100,000 hektar waxaanu u baahanahay madaxweynuhu maal gashanno
علمي بارستا يفيدينتا بيرا أرنكا سرنتي ورنا دي يدو مهيمة وي وحنو كلاو باهانا إنا نوغن عستدين كلافري سنو سيدي متقانا آني سعير كآدو كردنين وان لغو رباطينين محانا دادكا وينو قرانا ما داما دي وحي دبادة كسو يبسان يغلفتو يدو كوقا لقروبي ويكعيني يعني يندبعنا سعارتا لكن إناني دعافين انتي كوكورا لي إناني دعافين إنو يعني كلاشاقينو وأنو باني مدحوين إنو حالة ده هادك سنة كان رنتي قوي وينغا باغضي إنو كحساب تميني هو لوي دين براوين تبدن وي بوحان لكن دور كي ماي إلا خبي إنو سو سارن بعد يدوك حولو كسور نولادان رنتي مينان هيرين حولي ولي ميزان كودي واحد بدن اسكي ما بدلين حاجة أنا وبلاب marka duruufaha aad ay ka dhalan doonaan waxaan u baahanahay in si dhow ula socono isla markiina aan ka ajiibno waxaan kala baahanahay madaxweynayn aynu caalamka maxayna aad ku baraarujino si joogto ah xaaladda ay ku sameen yihiin dadkeenu oo waxa isugu biiray roblaan iyo dalaglaan iyo sicir bar baa isugu biiray marka tan ku baraarujino caalamka runtii si wax nooga qaban lahaayeen idaa laftigeena waa inuu baahanahay inaynu شعب كينا لسعود سينو حدي يجار مربع حالة دو حالكي مرايسو يسينو مارينو يقلب تكودو في لوغة بانيا تقولت مدحو انتظم كسو كوبلها